سيدي خادم الحرمين الشريفين، نستأذنكم بأن يتشرف بأداء القسم أمامكم حفظكم الله سفيركم المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. سفيركم المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص.